بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن ما زلنا في الرد على الرافضي الصوفي الإخواني الخبيث المدعو حاتم الشريف، ودي حلقة جديدة، وهو بيتكلم في هذا الفيديو ويطعن ويسب في عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة الأفاضل، بل ويتهمهم بأنهم كما يقول هو خرجوا على علي إلى علي بن أبي طالب لإرهابه وتخويفه. قال بهذا النص، قال لإرهاب علي بن أبي طالب وتخويفه. نسمع كلامه بعد ذاك نعلق إن شاء الله. طبعا دي الآهات بتاعت الأخوان المسلمين دائما بلصقوها في المقاطع بتاعتهم. نأتي إلى قضية موقعة الجمل. لو قال قائل أن الحق كان مع عائشة وطلحة والزبير، هل هذا عن كلام له وجه؟ لا، غير صحيح. من السببين؟ نعم، السبب الأول نفس الشيء، مقصود بناء على أنهم لم يخرجوا من باب الخروج، تمام؟ هذا المقصود، يعني من أنهم لم يخرجوا ثم ما ترتب على ذلك. طبعا شيء أنهم كان لم يخرجوا هذا محل بحث، لأنهم ما خرجوا ثلاثة ولا أربعة يناصحهم، خرجوا ألوف. ألوف ما تخرج للمناصح، نسي شفت ألوف تخرج للمناصح؟ ما يمكن ألوف تخرج للمناصح. هذا هو شيء، خارجين بسلاحهم، ما كانوا عزل. مو خروج عن الحاكم، هم كانوا يريدون المطالبة لكن بشوكة، يعني إرهاب علي بن أبي طالب، تخويف. طيب، وواضح كلامه إنه يصف عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم بأنهم كانوا يريدوا إرهاب علي بن أبي طالب وتخويفه، وهو بهذا يريد أن يجعل سيدة عائشة وطلحة والزبير مبشرين بالجنة إنهم إرهابيين. وده حال الرافضة دائما، الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ننقل أقوال العلماء والسلف الصالح في سبب خروج عائشة ومن معها، هل كان لإرهاب علي بن أبي طالب وتخويفه، ولا كان للإصلاح وجمع الكلمة كذا. أول شيء نقرأ كلام الأئمة في هذا البحث الذي جمع وقرزه العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. أولا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سبب خروج عائشة وطلحة والزبير. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وبلغ الخبر مقتل عثمان عائشة وهي حاجة ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم، فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناس. واجتماع الكلمة، ده كلام محمد بن عبد الوهاب، إنهم دارين الإصلاح واجتماع الكلمة. وكذلك أبو بكر بن العربي المالكي يبين سبب ذهابهم، قال: فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيراعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها عندما حاولت الامتناع بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني كانوا دارين الإصلاح. ثم قالوا لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في الصلح وأرسل فيه، فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام: فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، لا قاتلت ولا أمرت بقتال،
هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار، منهاج السنة جزء 200 صفحة 185. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا القصد الذي خرجت من أجله عائشة رضي الله عنها هي ومن معها بقوله رحمه الله، والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه. إذن علي بن أبي طالب أيضا كان قصده الإصلاح واجتماع الكلمة، فما كان قصدهم إرهاب علي بن أبي طالب، ما خرجوا لذلك، ولا خرجوا لتخويف علي بن أبي طالب، فالرجل ده رجل كذاب، وده ما غريب عليه أنه يكذب لأنه كذب على الله من قبل في أصل الإسلام وأصل الدين في التوحيد، لما قال دعاء الميت والاستغاثة بالموتى من دون الله قال ليس شركا، والقرآن يبين أن هذا شرك، كما قال تعالى ويوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف ربنا سمى دعاء غير الله شرك، ودعاء أي أحد ميت ولا حي من دون الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يجي يكذب على الله، والآن يكذب على عائشة رضي الله عنها وعلى طلحة والزبير على أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابيين ولا نصيفه. وقال في مصح الألباني بصحيح الجامع الصغير قال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابي. الرجل الذي يسب الصحابة ويصفهم بأنهم ذهبوا إلى الإرهاب وتخويف علي بن أبي طالب لخلفيته الرافضية الشيعية النجسة. بعدين فك شبهتين، قال ده خرج ألوف، ما خرج واحد ولا اثنين، ألوف قال ما ممكن تناصح، منو قال لك ألوف ما ممكن تناصح؟ ممكن تناصح وتصلح وتكون أجاويد وتكون للإصلاح بين الناس. عندكم في السعودية، في السعودية يكون في مشكلة بين قبيلتين ولا واحد كتله من قبيلة، أفتح اليوتيوب شوفنا في اليوتيوب، تجي القبيلة دي قريب فيها ألف ودي قريب فيها ألفين، وبيجوا مكرفونات عديل لأنه من كثرة العدد ما بيقدر يسمعوا بعض، من كثرة الناس آلاف البشر من قبيلتين ثلاثة بيجوا بيتكلموا المكرفونات وكبرات الصوت عشان يصلحوا بين الفئتين. فيا تضابط ده انه الكتار ما بيصلحوا، ده جبته من وين انت كمان؟ بعد ده قال خارجين بسلاح ما كانوا عزل، يعني ده الدليل على انه ذهبوا لارهاب علي بن ابي طالب. اول حاجه كلامك انهم ذهبوا لارهاب علي بن ابي طالب وتخويفي ده بينا من نقل جميع اهل العلم انه باطل وكذب على الصحابه. نمره اثنين، ما بتلقى عليه دليل ولا نقل واحد من أهل السنة والجماعة إلا الشيعة بتعينك دي تجيب منهم. كذلك قال لأنه شالوا سلاحهم، أصلا دي عادة عند العرب، العرب منذ قديم الزمان عادة عندهم كان بيشيلوا سلاح، إما حراب أو سهام أو سيوف أو غيره، دي عادة عندهم. أنت عامل فيها من أهل البيت ما عارف عادة العرب؟ دي عادة العرب. شكد النبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري نام تحت سمرة، يعني شجرة ظليلة، يعني نام تحتها وعلق سيفه في الشجرة، فجاء أعرابي فاخترط السيف وكان في يده سلطن، يعني طلعه كده، وقال يا محمد من يحميك مني؟ قال الله. فسقط السيف وجلس الرجل، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فحكى لهم القصة وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل. كذلك من عادة العرب أنهم يحملون السلاح، ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملوا السيف في غير غمدي، يعني ما تكون سنة السيف طالعة كده في السوق أو في المسجد عشان ما يجرحوا المارة، وكذلك السهام والنبال والرماح كله النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، والحديث موجود في السنن
ليه؟ لأنه دي كان عادة للعرب، وأي زول عارف العرب وأحوال العرب يكون عارف الكلام ده. فالرجل رجل خبيث، والحمد لله رب العالمين بينا كثير جدا من كذبه وافترائه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المصادر والمراجع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.